أحسن الله إليكم. أرسل هذا السؤال الأخ يقول بأنني أعمل في الصيد البحري وأخرج للصيد في قارب صغير من الصباح الباكر إلى قرابة انتصاف الليل، ولضيق المكان أضطر واضطراب البحر أضطر أحيانا لصلاة الفريضة جالسا، فهل الأولى أن أصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها جالس، أو أؤخر صلاة الظهر وأصليها جمعا مع العصر بعد ذلك؟ على كل حال، إذا كنت تتمكن من الصلاة في وقتها في القارب فتؤديها ولو جالسا، اتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كنت لا تستطيع الصلاة في القارب إلا وأنت جالس فتؤدي الصلاة وأنت جالس، لكن في الوقت لا تؤخرها عن الوقت. أما إذا كنت لا تستطيع الصلاة ولو جالسا فإنك تجمع الأولى مع الثانية في وقت الثانية، إذا خرجت من البحر في وقت الثانية. أما إذا كنت ما تخرج إلا بعد غروب الشمس فإنك لا تخرج الصلاة عن وقتها وعن وقت الجمع، تصلي وأنت في البحر على حسب استطاعتك. نعم. إذن يا شيخ، الاتيان بركن القيام يعني وهو في هذه الحالة معذور في معذور. هذا كما يستطيع الوقوف لاضطراب البحر ويخشى على نفسه من السقوط فإنه يصلي جالسا. نعم. الحمد لله.